السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. فيديو النهاردة هيكون بعنوان ماذا تفعل بعد نصب شركة كويكس. طبعا جات لي اسئلة كتير على الخاص، نقطة ان مفيش موقع مضمون، عاوزين موقع مضمون، طب ازاي الشركة تراخيصها مش عارف ايه صحيحة، طيب انا ازاي اختار موقع استثمار صح، طب انا زهقت من مواقع الاستثمار والنصب في مواقع الاستثمار اعمل ايه، طب التداول، طب انا عاوز احسن دخلي، طب انا عاوز اكسب فلوس، الحل ايه؟ كل ده هجاوب عليه ان شاء الله في فيديو النهاردة. ما تنساش قبل ما نروح ونجاوب على كل الاسئلة دي ان انت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، خصوصا لو انت مهتم بمجال الاستثمار والربح. بالنسبة لشركة كويكس، كنا حذرنا ونزلنا فيديو من 5 ايام وقلنا ان اي موقع استثمار بيقفل السحوبات وبيفتح ايداعات بباقات جديدة مش محتاج خبرة منك او محتاج حتى تشغل عقلك، الموقع على طول بينصب. وللأسف طلع علينا بعض الناس قالوا لنا بيعملوا منصة جديدة، وطلع بعض الناس اللي هنا وبيبقوا خايفين من اي حد يقول كلمة سلبية في حق اي شركة هما بيستثمروا فيها، مع ان ده غلط جدا ان انت لازم تشوف الايجابية والسلبية، وما تسمعش للي بيضحك عليك ويقول لك الشركة مضمونة والشركة افضل شركة في العالم والشركة انت عاوز. الناس دي خلاص هتفضل تخسر 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 لحد ما تلاقي رصيدك صفر. وطبعا زي ما انتم عارفين انا ما قلت دايما كل المواقع هتنتهي نهاية واحدة، لكن في ناس بتعرف تستغل مواقع الاستثمار وتكسب منها، فانت خليك تكون منهم اللي بيعرفوا يستغلوا مواقع الاستثمار. طيب هل في مواقع مضمونة؟ طبعا انتوا عارفين من مبدئي وكلمتي مفيش حاجة اسمها موقع او شركة مضمونة، حتى لو ليها تراخيص حتى لو ليها مقر. ليه؟ لان انا بقول لك دايما انت حضرتك اول ما بتعمل تسجيل في الموقع زي بتكون ماضي اتفاقيه اللي هي شروط السياسه والاحكام ان انت بتكون معاهم في الربح والخساره. فالموقع لو قفل اولا يا اما بيكون بشخصيات مزيفه، يا اما حتى لو قفل وفلس انت مش هتعرف تتواصل معاهم وهيوريهم الاتفاقيه او الشروط والاحكام والخصوصيه اللي انت بتوافق عليها وانت داخل. طبعا وذكرت لك مثال قبل كده كان بشركه اسمها كريبتو فيوتشر، كان ليها تراخيص وكان ليها ترخيص في دبي وكان ليها مقر في دبي وقفلت عادي جدا ونصبت على الناس ومفيش حد رجع فلوسه. طيب بالنسبه لنقطه ازاي ادخل موقع استثمار او اختار موقع استثمار، اولا اول نصيحه مواقع الاستثمار فيها مخاطره كبيره، فانت لو ما عندكش خبره او مش بتعرف تتعامل فبلاش تدخل مواقع الاستثمار، ونصيحه بلاش. طيب انت مدمن مواقع استثمار، حبيت مواقع الاستثمار، ازاي بقى تختار موقع استثمار؟ اول حاجه ان انت بتختار الموقع اللي بيكون عليه تسويق كبير. يعني تسويق كبير يعني بيكون نازل على اليوتيوب فيديوهات كتير عليه، نازل على المنصات زي منصات الهاي بلوجز والاتش ماتريكس وكل حاجه دي بيبقى نازله الموقع نازل عليها، فبيبقى عليه كميه ايداعات كبيره. فمعنى كده واغلب المواقع اللي بتكون زي كده بتستمر من فتره 3 شهور الى 6 شهور، ده في الاغلب مش قاعده عامه خلاص، وكمان ده لو انت مدمن مواقع استثمار. طب ليه المواقع دي بتستمر اكتر فترة من اي موقع تاني؟ لان بيدخلها ايداعات كبيرة بناء على التسويق اللي حصل، فبيدخلها ايداعات كبيرة، فحتى الشركة لو عندها نية للنصب فبتستمر اكتر لان عليها تسويق وعليها ايداعات كبيرة فعايزة مبلغ اكبر، والشركة بيبقى مجالها يا اما بونزي وبياخد الايداعات للسحوبات. يعني ممكن الشركة تستمر فترة كبيرة جدا وهي اساسا شغالة على نظام البونزي اللي هو ياخد من الايداعات يدي للسحوبات، ولما بتبقى السحوبات اكتر من الايداعات الشركة بتقفل. وفي مواقع تانية بتكون شغالة في التداول، واللي هو برضو حتى لو بيخسر في التداول هيجي وقت ان هو ياخد من الايداعات ويعوض بيها الخسارة والموقع يستمر لحد ما يحصل خسارة كبيرة وخلاص يقفل الموقع لانه خلاص مش هيقدر يعوض لان الخسارة اكبر من الايداعات. وفي نوع ثالث من المواقع بيكون شغال عادي جدا وممكن بيكسب كمان، لكن هو حاطط تارجت معين لما بيجي يوصله بيقفل حتى لو هو بيكسب كمان، فهو خلاص وصل لتارجت معين وصل لمبلغ معين من المال فانا خلاص كده انا هنصب وهقفل الموقع. فانت عشان تختار موقع استثمار صح زي ما قلت لك يكون عليه تسويق كبير وكمان تدخله في الاول في بدايته، تدخله في البداية، وكمان ان انت لما تيجي تدخل حاول ان انت تخرج رأس مالك اسرع حاجة، بعد كده تقدر تعيد استثمار جزء من الارباح وتسحب جزء تاني، يبقى انت كده عملت ادارة رأس مال صح. طب انا زهقت من مواقع الاستثمار والنصب اعمل ايه؟ ما قدامكش غير حل واحد وهو حل برضو
اقل مخاطره ان انت تتعلم التداول. طب يا عم انا هقعد بقى ارسم شموع واقعد مش عارف ايه واحلل وارسم والكلام ده كله؟ لا مش شرط ده كله على فكره، الكلام كله ان انت ممكن تتعلم اساسيات وتاخد زي نظام توصيات، تدخل قنوات مدفوعه، تدخل قنوات مجانيه، تاخد منها التوصيات واسمها هتنفذ بايدك وفلوسك على محفظتك وعلى منصتك وانت اللي بتتداول بنفسك. على الاقل لما تيجي تخسر فانت اللي خسرت، لما تيجي تكسب فانت اللي كسبت، محدش نصب عليه. ولو انت مش عارف تبدأ منين في التداول، فانا عملت قائمة تشغيل فيديوهات عليها حوالي 6-7 فيديوهات ازاي تبتدي وازاي تسجل في منصة الفوركس او شركة الفوركس، وازاي توثق حسابك، وازاي تعمل ايداع، وازاي تعمل سحب، وازاي كمان تنفذ التوصيات. الموضوع مش صعب جدا، الموضوع كله منك يتطلب ساعة تتفرج على الفيديوهات، وبعد ما تخلص توثيق وتسجيل والكلام ده كله انت بتروح بقى تدور على التليجرام او حتى في قنوات بتبقى مجانية بالبحث كده، ان انت حتى لو عايز تجرب ممكن الشركات الفوركس بتتيح لك حساب تجريبي، ان انت تفتح حساب تجريبي باموال وهمية بتقعد تجرب الصفقات والتوصيات وتحدد القنوات اللي تقدر تكسب من خلالها او القنوات اللي بتخسر. فالكلام ده كله تقدر تحدده عن طريق الحساب التجريبي. طب سؤال، هل التداول مكسب بس؟ لا طبعا، التداول فيه مكسب وفيه خسارة، لكن لو عندك إدارة رأس مال صح هتحاول يبقى مكسبك أكبر من خسارتك. ما يكونش عندك طمع طبعا، وفي النهاية هيكون انت اتعلمت، ابعد عن مواقع الاستثمار. بعد كده عاوز تأهل نفسك ان انت تتعلم وتحلل الصفقات، فهتروح بقى تتعلم التحليل، ان انت تعمل ازاي تحدد الدعم والمقاومات والقمم والقعان، ودي تقدر تفيدك جدا ان انت بقى ما تاخدش توصيات من حد، وان انت من نفسك تتعلم تتابع حالة السوق والاخبار. والكلام ده كله شرحته في مجموعة فيديوهات في القناة، تقدر تبحث عنها في قناة اليوتيوب. ولو اي حد عنده استفسار خاص بالتداول بالكلام ده، باي استفسار واي سؤال، يقدر يتواصل معايا على الخاص وهقدر اجاوبه وافيده ان شاء الله. حتى لو عايز تستفسر عن موقع استثمار او مراجعة، هعمل لك مراجعة، حتى لان انا مش هعرف اعمل مراجعات لكل مواقع الاستثمار دي، فتواصل على الخاص واقول لك رأيي فيه. اتمنى يكون في النهاية الفيديو عجبكم، ما تنساش ان انت تعمل كومنت ولايك عشان تستمر وتشارك معنا في المسابقة المستمرة على القناة، اللي احنا بنختار 2 من اللي عملوا كومنتات ولايكات ونكسبهم معنا الفيديو الجاي هدية بسيطة.